جلسة حول استراتيجية بناء الإنسان بعرض مدته حوالي 10 دقائق من دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي يا أستاذ سامر، احنا النهاردة موجودين طبعا في مؤتمر شباب، وشرف لينا كأعضاء الحكومة ان احنا موجودين النهاردة مع شبابنا، فاسمح لي يعني لو بستأذن حضراتكم ان احنا نبدأ الجلسة بان احنا نستمع لوجهة نظر الشباب الاول، لان هم اللي المفروض هيبقوا بيعرضوا لنا وهم الابطال الحقيقيين في هذا المؤتمر. يعرضوا لنا هم تحدياتهم واحنا كحكومة نعقب بعد كده ونعرض وجهة نظرنا ونشوف احنا قادرين ولا لا على تلبية احتياجات والتحديات اللي هم بيعرضوها. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. اذا نستهل العرض لمدة 10 دقائق مع السيد طاهر نصر احد طلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. تفضل.